لا 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 وجد ديك الكاميرا ادخل لعند ادخل السلام عليكم، كيدايرين؟ بخير هانيين. مرحبا بكم، مرحبا بشوف تي في، مرحبا بكاع المواقع اللي حضروا معايا اليوم. الصراحه انا فرحانه بزاف. اليوم نتوما عارفين الاحتفال ديال الصالون ديالي هنا في قنيطره. مرحبا بكم ومرحبا بكاع الناس ديال قنيطره وخارج قنيطره. صراحه شرفتوني وشكرا للفان اللي جاو عندنا. واخا ما كنتش عالمه عليها، شكرا للصحافه والمواقع. صراحه انا فرحانه بزاف. قوت ما هذا تلخبط. اش ندير لي الصالون؟ ندير واحد اطلاله احري ولا دير معاهم شي ولا توريهم ماما. واش انا عادي. مهم فوالا هذا هو الصالون ديالي. كتشوفوا الناس اللي كاينين غير اصدقاء ديالي، انا ما كرهتش كاع المتابعين ديالنا يحضروا معنا، ولكن مع هذا الكونفينم هذا يعني الظروف حكمت علينا انه يكون واحد العدد من الناس من تجاوزوش من فوتوش. ان شاء الله كان وعدكم غير يسالي هذا الشيء. ان شاء الله مرحبا بكم عندي. والافتتاح غيكون غنبداو ان شاء الله غدا ان شاء الله الخدمه، دايره دي برومو لي زوينين. مرحبا بكم عندي وغنتهلاو في دابا نوريكم المواقع ديالها والكويدات. غنتهلاو فيكم. ما عطاوني هذا ما عرفت ما نقول. بخصوص الافتتاح مرحبا بكم. كنت تقول للناس اللي يجيو عندكم ان شاء الله اتمنى المناسب. اي اتمنى. دابا انت اللي كتوريني ماما. دابا فين الشمع بتاعنا من الضحك؟ لا خاصني نهضر هذاك الشيء اللي كنقول انا. مرحبا بكم. انا كثرت مرحبا حين جاني. سولنا ولا غنجاوب؟ تندخلوا لدابا باش نديروا واحد الحوايج. صافي. حيت ما كيتجيش الانسان يبقى نهضر كدا يبقى حتى انا ما كنعرفش نهضر الا ما قلتش هذاك الشيء. اوكي تفضل اجي معايا. مرحبا.